غلط في امتحان اخر السنه او امتحان الترم بتاعنا. لما نيجي نتكلم على الطلب، فالطلب اولا ده راجل مستهلك اللي هو انا عايز اشتري طلبات من السوق، فانا اللي بطلب من السوق. فالطلب جانب مستهلكين، الطلب جانب مستهلكين، يعني ناس شغلانتها تستهلك بس. فالطلب ده بيكون عبارة عن الكميات التي يكون المستهلكين، وما ينفعش يقول المنتجين، لو قال المنتجين هنا بتبقى العبارة غلط. الطلب دايما كلمة مستهلكين. لو سمحت يا دكتور ما عنديش صوت. طب انت ممكن تكوني على المايك عندك او اخرجي وخش تاني. اللي الصوت عنده مش شغال يخش يخرج تاني. يبقى الطلب عندي مستهلك، فالطلب عبارة عن الكميات التي يقوم المستهلكين ويكون قادرين ومستعدين لشرائها في ظل الأثمان المختلفة. لما نقول في ظل الأثمان المختلفة، احنا يا شباب عندنا هدوم في بيوتنا، كل الهدوم اللي عندنا مش بسعر واحد، انما باسعار مختلفه، بس دايما اسعار اكتر من سعر. لو سمحت يا دكتور ما عنديش صوت خالص. طب ممكن تخرجوا تخش تاني. المشكله من عندكم يا جماعه، المشكله من عندكم. ليه ما احنا سامعينه كويس على فكره؟ مشكله من عندكم يا جماعه. على فكره كويس يا جماعه. بس لما الدكتور بيشرح احنا مش سامعين. هو يا جماعه اللي بيفتح المايك بيقفل الصوره على الدكتور، فكلنا كده مش بالظبط. فبجد يعني بلاش يا جماعه حد يتكلم، عايزين القط عمال يقطع اصلا. يبقى الطلب كميات يقوم المستهلكين ويكون قادرين ومستعدين، يعني قادر يعني معاه فلوس يشتري، مستعد يعني عنده رغبه لشرائها في ظل الاثمان المختلفه. اثمان مختلفه، السوق ما هوش ثمن واحد، السوق أثمان مختلفة. ده بيكون فيه مع بقاء العوامل الأخرى على حالها، والعوامل الأخرى اللي على حالها دي هنقولها في حاجة تانية يعني في درس، بس ده ملوش دعوة باللي هنقوله دلوقتي. طيب من الآخر بقى، إيه اللي بيجي في الامتحان من الكلام ده؟ أول حاجة تبقى عارفها إن الطلب ككلمة مرتبط بمستهلك، ادي اول معلومة. تاني معلومة، الطلب علشان يبقى طلب كامل وطلب سليم لازم نعمل معاه حاجتين، يكون جواه الرغبة والقدرة. رغبة نفسك تجيب عربية، قدرة لو معاك تمنها يبقى الطلب موجود. طيب انا عايز اجيب عربية بس مش معايا تمنها، يبقى الطلب مش موجود. او انا عندي فلوس او معايا فلوس كتير، دي القدرة، بس ما عنديش رغبة، لازم يكون الرغبة و. طيب لو جابها في الامتحان يجيبها لنا ازاي؟ مثلا سؤال يقول فيه ان الطلب عبارة عن مجموعة من المستهلكين الذين يمتلكون القدرة على الشراء. يمتلكون القدرة على الشراء، لازم تتعلم حاجة في مادة الاقتصاد. هو الراجل بيقول يمتلكون القدرة على الشراء، ما انا ممكن يكون معايا فلوس بس مش عايز اشتري عربية، او معايا فلوس ومش عايز اشتري مثلا شقة، فالعبارة بتكون هنا يا شباب ايه؟ خاطئة. سؤال تاني جابه قبل كده برضو. ممكن حضرتك يا دكتور تنبه المايكات بس؟ اه يا جماعه لو سمحتوا فتح المايك يقفله بعد اذن حضراتكم لو سمحت. ان الطلب مجموعه من المستهلكين الذين يمتلكون القدره او الرغبة في الشراء. ما حدش يفتح المايك. انت عينك بتخدعك، يعني انت عينك كطالب بتخدعك. ومشكلتنا مع الطالب اللي مذاكر ان هو يعني لما بتكون انت مذاكر
فانت بتتنك شويه على السؤال. يعني ايه بتتنك على السؤال؟ ما بتقراهوش صح. هي ان العباره لو انا قريت غلط هي هتبان لي شكلها كده صح، لكن تعالى كده ندقق. الطلب مجموعه من المستهلكين الذين يمتلكون القدره او الرغبه. لا اقف بقى اقف، هي ما فيهاش او، هي فيها واء. فواحد بيسال نفسه دلوقتي وبيكلم نفسه بيقول لك يا عم الراجل ده بيرخم علينا ليه؟ هو هي تفرق في الحرف؟ دكتور سامي السيد دكتور عايز طالب بيعرف يقرا، وخلي بالك كلمه بيعرف يقرا دي مش حاجه بتعيب فيك، لا، انما احنا بنقرا متسرعين دايما. انا عايز اعلمك بعد كده واعودك انك تقرا بتركيز عالي. يبقى الطلب مجموعه من المستهلكين يمتلكون القدره او الرغبه في الشراء. العباره خطا، خطا لان الخطا في كلمه او. قبل ما انقل على اللي انا عايز اكمله، اللي مش فاهم بس اللي يفتح المايك ويسال، اللي فاهم ساكت عشان بس ننجز وقتنا. يعني يا دكتور لو عباره او دي جت في السؤال ده يبقى غلط، لازم يكون واعي على طول. لازم واعي. طب ممكن يجي ومستعدين يا دكتور؟ قادرين ومستعدين؟ قادرين ومستعدين، ممكن وتبقى صح برضه. لان القدره، اسمعوني بس، اسمعوني طب الاول. القدره فلوس والاستعداد رغبه. خد بالك، خد بالك، بص كده معايا الورقه تاني. تمام. دكتور النقطه الاوليه ممكن تشرحها تاني؟ الطلب عباره عن مجموعه من المستهلكين الذين يمتلكون القدره على الشراء. حاضر. بس اوضح بتاع السؤال الاول معلش وهاجي لحضرتك على طول. قادرين، قادر معاه فلوس، اللي فاتح المايك لو سمحت. قادر معاه فلوس. مستعد يعني راغب. يعني واحده بنقولها انت مستعده تتجوزي؟ فاذا هي بترغب في الجواز هنا. مستعد تجيب عربيه؟ فانا هنا عندي رغبه في ده. فلو قال لك قادرين ومستعدين فتبقى العباره صح. يبقى الطلب عباره عن شويه بضاعه او كميات انا بشتريها كمستهلك، ولما اشتريها بشتريها بكون قادر ومستعد، يعني رغبه وقدره في نفس الوقت. لازم انت بتتعامل جوه سوق، فالسوق عباره عن، السوق عباره عن اثمان مختلفه، اثمان مختلفه، لان السوق عمره ما بيكون ثمن واحد. يعني احنا بنجيب الطماطم من عند كذا واحد بتاع خضار، هي سعرها مش موحد، يعني ده مش براند، انما السوق دايما تلاقي اسعاره مختلفه. طب كيس الشيبسي، واحد ممكن يقول لك ايه، طب ما هو يا محمد كيس الشيبسي سعره موحد، فهرد عليك واقول لك لا، ما هو في كيس شيبسي بثلاثه، وفي بخمسه، وفي باين بالثمانيه، ومش عارف ب10. يبقى معنى كده ان هنا اتماني في السوق مختلفه من السبت. اللي فاهم يسكت، اللي مش فاهم يسال عشان نقنع لبعض. سؤال بس يا دكتور بعد اذنك. اتفضل اتفضل. حضرتك بتقول اللي قلت في الاول الطلب وكتبت جنبيه بيجي في الامتحان ست عبارات، تمام؟ ايه بقى هما الست عبارات بالظبط؟ لا ما هو انا لو معايا ست عبارات بالظبط انا اقسم بالله ما حد يدرسها بيا الامتحان. مش قصدي. لا مش قصدي. بس مثلا يعني مثلا بص اسمعني، اسمك ايه؟ نادر. استاذ ايه؟ نادر. 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 بص بص يا معلم، انا هنا بشرح، خد بال حضرتك، بقول لك الحته دي جت في الامتحان بالشكل ده، تمام؟ خدت بالك؟ يبقى انا ايه شرحت لك ووضحت لك جت ازاي، انما الامتحان جاي ازاي احنا ان شاء الله، ان شاء الله من هنا لليله الامتحان بامر الله هنكون مستعدين بنسبه 200%. بس الموضوع ده ان شاء الله خير. والسوق ما هوش ثمن واحد، السوق اثمان مختلفه. فانا هنا طلعت بمعلومتين، قلت ان الطلب عباره عن مستهلك ما ينفعش يقول في الامتحان منتج، ولو قال منتج بتبقى العباره غلط. الطلب عباره عن رغبه و ما تنفعش قوي، وما ينفعش حاجه واحده من الاثنين، رغبه وقدره. يبقى لازم الاثنين يتوافروا مع بعض، رغبه وقدره. السؤالين اللي قلناهم دول اسئله جت في امتحانات سابقه، بيقول ان الطلب عباره عن مجموعه، طلب عباره عن مجموعه من المستهلكين الذين يمتلكون القدره على الشراء. غلط. غلط ليه؟ لان قال قدره، هو لازم القدره ورغبه. ان الطلب مجموعه، السؤال الثاني، ان الطلب مجموعه من المستهلكين الذين يمتلكون القدره او بصوا حط حرف الف اهو في العباره فيغير معنى العباره، هي ما تنفعش او، هي لازم تبقى و. دي حاجة. حاجة التانية بقى والأهم، يلا نخش نتكلم على الموضوع في العلاقة ما بين الطلب والطلب ده علاقته إيه بإيه؟ مبدئيا كده استأذنك يا دكتور بعد إذنك، السؤال التاني كده بعد إذنك عشان بكتب ورا حضرتك. ما طب حاضر، بس خلي بالك إن إحنا هنصوره وهينزل على الجروب، بس ماشي. بص
السؤال بيقول ان الطلب مجموعه من المستهلكين الذين يمتلكون القدره او الرغبه. القدره او الرغبه في الشراء. ما ينفعش قدره بس، ما تنفعش رغبه بس، انما لازم الاثنين يكونوا مع بعض. اول ما يقول لي او يبقى فصل معنى العباره بالكامل. يلا شوف. الطلب ده هو علاقه، وخدوا بالكم من حاجه، والنبي لا تركزوا، بالله عليكم لا تركزوا. درس الطلب، درس العرض، درس التوازن، درس الطلب، درس العرض، درس التوازن. واضحه خالص، ممكن تقرب بس الكاميرا منها؟ حاضر يا فندم. كده واضح لحضرتك فندم؟ تمام يا دكتور كده. حاضر يا فندم. درس الطلب، درس العرض، درس الطلب، درس العرض، درس التوازن. بعد اذنك اتفضل. مع حضرتك اتفضل. الصورة مش واضحة. حاضر. انا لسه ما طلعتش. حاضر انتوا، حاضر انا لسه هشرح. يعني انتوا شايفين ايدي كده يا جماعه؟ لا برضو لا شايفينها يا دكتور. شايفين يا دكتور كده تمام. هو انتوا بتتكلموا وبتخلوا الصوره تمشي. ما بص يا جماعه، انتوا قفلتوا المايكات، انا هتلاقوني شغال لان انا لسه هشتغل، بس في حاجه بوضحها الاول بصوتي الاول. بص يا اخوانا، درس الطلب، درس الطلب، درس العرض، درس التوازن، دول ثلاث دروس. ثلاث دروس دول العلاقه بينهم ما بين حاجة اسمها السعر والكمية. فبالبلدي كده قبل كده قلت، أنا لما بروح أشتري أي سلعة ربنا خلقها وأنا بشتري السلعة دي، أول حاجة بدور عليها سعرها، ما بدورش على الكمية على طول. يعني أنا ما بخشش أقول والله يا جماعة انا رحت مثلا محل موبايلات فقلت له اديني 10 موبايلات، الكلام ده مش موجود في الطبيعه. ما دخلتش محل ملابس قلت له اديني 10 بنطلونات جينز و10 سويتشيرت، الكلام ده مش موجود. انا الاول بدور على السعر، يبقى السعر بالنسبه لي اسمه متغير مستقل، والالفاظ بالنسبه لي مهمه. الكميه متغير تابع، السعر متغير مستقل، والكميه متغير تابع مستقل، لان هو الاول والتابع ياتي بعده بالبلدي. بالبلدي دخلت مكان اشتري، لو والله لو لقيت الاسعار زياده انا اجباري مش هشتري، لو لقيت الاسعار قليله هشتري. فده بنوضحه بحاجه اسمها الجدول. الجدول ده واتفقنا مع بعض ان العلاقه ما بين سعر وكميه، ادي السعر وادي الكميه. الحاجه اللي هشتريها سعرها جنيه، فانت جايب 20 كيلو، طب سعرها زاد من جنيه لخمسة جنيه، فأنا أكيد مش هشتري نفس الكمية فأجيب 15 كيلو. طب بعد كده مثلا السعر زاد وليكن بقى بعشرة جنيه، ممكن أجيب 8 كيلو. السعر يبقى 20 جنيه، ممكن أجيب 1 كيلو. في النهاية عايزك تبص على الجدول ده وتركز في اللي أنا هقوله. السعر بيزيد؟ بيزيد من 1 5 10 20. طب الكمية بتقل؟ بتقل. يبقى كلما زادت الأسعار كلما قلت الكميات، كل ما الأسعار بتزيد الكميات هتقل. يبقى معنى كده أن الطلب عبارة عن علاقة عكسية. الطلب علاقة عكسية. نقول كمان بسرعة، الطلب علاقة ما بين سعر وكمية، سعر وكمية، ها سعر وكمية. يلا قول ورايا، السعر متغير، ها مستقل، مستقل يعني هو اللي بيتغير الأول، وعلى فكرة احنا ده طبيعة حياتنا. يبقى السعر هو المتغير الأول، وتأتي وراه تبع عليه الكمية. يبقى العلاقة ما بين سعر كمتغير مستقل والكمية كمتغير تابع. الجدول دي أرقام افتراضية، يعني مش أرقام حفظ علينا، يعني انت ما تحطش في دماغك ان يا نهار ابيض انا احفظ الارقام دي، لا ده افتراضي عشان نفهمك الكلام اللي تحت الجدول. السعر مثلا واحد زاد لخمسه، زاد لعشره، زاد لعشرين. يبقى بص كده تحت شويه، السعر سهمه بيطلع لفوق معناه ان السعر بيزيد، قصاده الكميه
بادية بعشرين ثم 15 ثم 8 ثم 1، ده معناه ان الكمية بتقل. فاللي احنا عايزين نقوله في كلام عربي، كلما زادت الاسعار، كلما الاسعار زادت كلما قلت الكميات، اذا الطلب عبارة عن علاقة اسمها علاقة عكسية. وعلاقة عكسية دكتور سامي السيد ممكن يقولها لك في الامتحان بشكل تاني، يقول لي عليها بدل علاقة عكسية ان اسمها عكس الاتجاه. وانا متفق معاك على حاجه ان شاء الله، انا مش هحفظك بس، انا هحفظك وافهمك. بص القلم عكس الاتجاه معناه ايه؟ بص السهم ده بتاع السعر طالع والسهم بتاع الكميه نازل، هتلاقي الاتجاهين مختلفين، واحد طالع والتاني نازل، واحد طالع والتاني نازل، يبقى اسمها علاقه عكس الايه؟ عكس الاتجاه. عكس يا شباب الاتجاه. طيب تيجي ازاي في الامتحان؟ هيقول مثلا ان الطلب عباره عن علاقة ما بين، إن الطلب علاقة ما بين السعر كمتغير مستقل والكمية كمتغير تابع وتسير تلك العلاقة في نفس الاتجاه. قبل ما تتكلم اقرا تاني وبالراحه. الطلب الطلب عباره عن علاقه ما بين السعر كمتغير مستقل والكميه كمتغير تابع. خد بالك هو عامل لك كمين، العباره شكلها صح. وتسير تلك العلاقه هوب في نفس الاتجاه. لا استناني شويه كده يا باشا، لا بره دي خطأ، لأن هو قال لك بدل عكس الاتجاه نفس الاتجاه. تمام. المهم أنا كده خلصت الجزئية دي. اللي مش فاهم بس عشان ننجز وقتنا، اللي مش فاهم بس، اللي فاهم قافل مايك وساكت، اللي مش فاهم يسأل بس بسرعة بالله عليك. قبل ما حد يتكلم مع بعض. الرسم البياني. أي رسمة في أي جامعة مصرية وفي أي جامعة في العالم كله، الرسومات دايما بتكون عبارة عن ده خط وده خط. ركزوا على إيدي بالله عليكم قد ما تقدروا. أجيب لك مسطرة. هنا محور وهنا محور، هنا محور وهنا محور. اللي بره الاساسيات اللي انا رسمتها حالا قدام عين حضرتك دي اسمها محاور، اسمها محاور. راسك 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 فوق، راسك فوق، يبقى الاتجاه الواقف ده اسمه اتجاه راسي. النايم على جنبه ده اسمه اتجاه افقي، يبقى انا عندي راسي وعندي افق. طيب لو انا اتكلم على الراسي والافقي، انا اتفقت مع معاليك العالي ان درس الطلب ودرس العرض ودرس التوازن، الثلاث دروس دول يا شباب، الثلاث دروس علاقه ما بين السعر والكميه. طب اكتب السعر فين والكميه فين؟ انا بنسى يا استاذ، انا بتلخبط يا استاذ، انا بنسى. ما تخافش، السعر دايما في العالي، السعر دايما. واحنا في معو حياتنا دلوقتي احنا كلنا بنعاني من الاسعار يعني، فالسعر دايما في العالي، فالعالي في العالي. دايما اكتب السعر فوق واكتب الكميه تحت، يبقى السعر اهو والكميه اهي. الاهم بقى تركز على اللي بيتم جوه الرسمه. اللي بيتم جوه الرسمه ده اسمه منحنى. اسمه يا شباب منحنى. ركز كده على ايدي، ركز على ايدي. المنحنى اهو، انا بداته من اعلى الى اسفل، بداته من اعلى الى اسفل، ها من اعلى الى اسفل. هسميه طه. طه يرمز للطلب. فهنا عندي معلومتين عليه. لو انت ماسك التليفون على عدلة جسم سعادتك والرسمة على عدلة جسم سعادتك، هتلاقي، ركز بقى في اللي هقوله ده مهم قوي قوي قوي، وعايز اعلمكم حاجة بالله عليكم عقبال ما اصور لكم الفيديو بتاع الاقتصاد. اي رسمة في الدنيا، خلي بالك انا والله ما بحفظ رسومات، والله ما بحفظها. انا دايما عندي ايه؟ بشغل عيني كاميرا، عيني تلقط، عيني تبص، عيني تبص عقلي يرص. دي قاعدة أنا ماشي بيها في حياتي، عيني تبص عقلي يرص. يعني ده منحنى الطلب، أنا صورته بعيني، جه من أعلى الأسفل على عدلة جسمي أنا وأنا قاعد، أقول إيه؟ ينحدر.
ها ينحدر، ها يعني ينزل، ينحدر منحنى الطلب من اعلى جهة اليسار الى اسفل جهة اليمين. تاني احفظ معايا دلوقتي يلا عشان جاي في الامتحان. ينحدر منحنى الطلب ها من اعلى جهة ايه، بص بعينيك كده او صوره في خيالك، من اعلى جهة اليسار لاسفل جهة اليمين. تاني تاني، وخلي بالك من حاجة، معلش معلش انا عايز اعودك، لو كنت بلغي انا اسف يعني، صوره بعينيك كده وانت بتتكلم ومغمض عينيك، غمض عينيك دي انت بتجيبه في خيالك وقتي. ده ينحدر منحنى الطلب ها من اعلى ها ها يسارا الى اسفل يمينا. ادي اول معلومة عليه. يبقى اول معلومة كده، ينحدر يعني ينزل، منحنى الطلب من اعلى يسارا الى اسفل يمينا، يعني جاي من فوق لتحت. طيب انا يا جماعه ساكن في الدور العاشر اهو، انا اهو عند حرف الطاء فوق ونازل بالاسانسير بتاعي. هو انا نازل بالاسانسير بتاعي، انا في النزول ده في حاجه اسمها موجب؟ لا، انا دايما نزولي سالب، دايما نزولي يكون سالب. فمعنى كده ان المعلومه الثانيه هنا بنقول ميل منحنى الطلب سالب الميل، ميل منحنى الطلب سالب الميل. يلا بسرعة صورها في عينيك عشان والله العظيم ثلاثة ده أسئلة بتيجي في الامتحان. يلا صورها وهشرحها لك تاني سريعا كده. بص منحنى الطلب، يلا صورته بعينيك، اقفل بقى عينيك وهاته في دماغك. منحنى الطلب بيجي من فوق لتحت، بس على عدل الجسم انا بيجي منين لفين، بيجي منين لفين، منين لفين. ده بيجي من اعلى يسارا الى اسفل يمينا، ده اتجاهه. خلي بالكوا انا مش بعمل حاجه، انا بس بوصفه. طيب هو نازل من فوق. دكتور اتفضلي. دكتور يعني ايه سالب الميل؟ منحنى الطلب سالب الميل. فاهم حضرتك. هو حضرتك دلوقتي المنحنى ده مميل ولا مش مميل؟ معايا؟ سامعني؟ مميل يا دكتور. حلو قوي. سامعك. الميل ده، الميل ده مميل، مميل. حلو. عمرك سمعتي عن ميل او عمرك سمعتي عن حاجه بتنزل بالموجب ولا اللي هينزل هينزل سالب؟ خليكي معايا، افتح المايك، انا بقول لك افتح المايك. يا حبيبي سامعك يا دكتور، سامعك. الميل ده، الميل ده عمرك انت سمعتي عن حاجه هتميل تنزل بالموجب ولا تنزل بالسالب؟ لا ولا اسمع، ما سمعتش لا ده ولا ده يا دكتور. النقص سالب. لا والله فهمني بس يعني ايه ميل سالب نازل ميل سالب. الكلام بتاع الدكتور بيقول حضرتك ان العلاقه العكسيه دائما ميلها سالب. طب تحفظيها كده، افتح المايك وناقشيني، ما تخافيش انا معاكي، انا واقف المحاضره كلها عليك. خلي بالك يا حاجه. ايوه فندم، معايا يا فندم. طب واحد واحد يا اخوانا لو سمحت. اتكلم ولا اعمل ايه؟ كمل المحاضره يا دكتور معلش. بصوا يا جماعة، كلمة الميل السالب أي علاقة عكسية. خط الأعداد كده صح؟ الله يفتح عليكي. أي بقى علاقة عكسية معناها إن ده بيبقى رايح للسالب. أي علاقة طردية رايح للموجب. واخد بالك؟ فهي الفكرة هنا في إيه؟ أنا ببص، حاضر يا فندم عادي. أنا ببص على منحنى الطلب، بادي منين؟ بادي من فوق ولا بادي من تحت؟ أنا بقول لك طريق السالب. أكلمك فيه. بقول لك ايه؟ من فوق ونازل، من فوق ونازل، نازل نازل، ينحدر يعني سالب، ينحدر يعني سالب. دكتور سامي هو بيشرح قال العلاقات العكسية تعبر عن الميل السالب وسكت. فأنا بفهمها لكم بالبلدي عشان المعلومة تخش جوه دماغك ما تخرجش منها. المنحنى بادي منين؟ بادي من فوق، ها نازل فين؟ نازل تحت. فده يعبر عن ميل اسمه ميل سالب. طالما نازل يبقى اسمه ميل سالب. طب هو بيجيبها ازاي في الامتحان؟ بص بيجيبها كده، ينحدر منحنى الطلب من اعلى يمينا
إلى أسفل يسارا، صح ولا غلط؟ غلط 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 غلط. تمام، يبقى معنى كده يا شباب ان الراجل هيلعب معاه في الالفاظ. طب هقول لك سؤال تاني برضو جابه قبل كده في الامتحان. ينحدر منحنى الطلب من اعلى يسارا الى اسفل يمينا معبرا عن الميل الموجب. ها بالله عليكم بقى، بالله عليكم بالله عليكم، قاعده والنبي حياه الغريب. غلط يا دكتور، الميل السالب كده برافو عليك. اي حاجه فيها نزول، اي حاجه فيها نزول يبقى اسمها ميل سالب. حد كده في مشكله يا شباب؟ لا يا دكتور كويس. لا يا دكتور تمام. بعد كده بقى عندي حاجة جاية في الامتحان، بس دي عايزك تركز برضو فيها أكتر من اللي فات كله. هو في حاجة يا جماعة اسمها حاجة ثابتة؟ يعني في حاجة في الدنيا اسمها حاجة ما بتتغيرش؟ بصوا، الحاجة الوحيدة اللي على مر الدنيا اللي انت عايشها دي ما بتتغيرش يا ربنا، الحاجة الوحيدة الثابتة. حتى احنا كبني آدمين في اجيال جت قبلينا وماتت، واحنا هنموت وتيجي اجيال بعدينا وهكذا يعني. فمعنى كده ان كل حاجه في الدنيا ممكن تتغير. وحاجه بقى تانية مهمه جدا، معلش انا هرغي شويه في دي، معلش استحملوني شويه. لا هو طب هجاوب على السؤال ده يا استاذ محمد اخر الحصه، حاضر مش هنساه ما تقلقش، هجاوب حضرتك اخر الحصه. انا اسف ايه، ما اعرفش، انا اسف انا عموما هجاوب، هو هجاوب الموضوع ده اخر الحصه. لما نيجي نتكلم ونقول يا فلان انت اتغيرت معايا، احنا الشعب المصري عندنا فلسفه كده غريبه شويه، اتغيرت معايا يعني بيت وحش، طب وليه ما بقاش احسن يعني؟ بصوا احنا عندنا في الاقتصاد كلمه اسمها كلمه التغير، كلمه التغير. معلش اذا كنت بشرحها الاول كده ببقي لان مهمه قبل ما اشتغل في الكلام ده. التغير معناه ان الشيء ده يزاد يقل، يعني له احتمالين. لما نقول الاسعار، لما نقول كده لفظ الاسعار تغيرت، مش معناها ان زادت ومش معناها ان قلت، معناها ان هي يا زادت يا قلت. لما نقول الدخل، تغير الدخل، مش معناه انه بقى كتير ومش معناه انه بقى قليل. اللي انا عايز افهمه لك قبل ما اشتغل، لما اقول لك التغير في شيء معناها ان الحاجه دي يا بتزيد ها يا بتقل، ها يا بتزيد يا بتقل. طب مش عارف. طب بصوا يا جماعه، في حد بيسالني على البرنامج، بيسال على حاجه على الرسومات. بصوا يا جماعه من الاخر كده عشان تراحوا دماغكم، امتحان الاقتصاد بتاع دكتور سامي السيد ان شاء الله اللي هو دكتور الماده بتاعته، الامتحان بيجي 60 عباره. حضرتك هو بيسالك على عبارات زي ما انا بكتبها مثلا زي كده، من هو الراجل بيسالك عبارات زي كده، وبيديك حاجه اسمها درافت. دي كراسه اجابه بره سعادتك شخبط فيها زي ما انت عايز. فحضرتك وانت بتقرا السؤال بس، طبعا ده عمري ما هقدر اعودك عليه في اول حصه، انا لسه سببني جواك معلومات. لما تيجي تقرا السؤال حضرتك بتاخد ورقه خارجيه، اقعد بقى اقرا السؤال وارسم، اقرا السؤال وارسم. فبالبلدي الرسومات دي بالنسبه لي مهمه، وما تحفظش يا اساتذه، ما تحفظش حاجه. فهمت الرسمه؟ اتعود من الرسمه ان انت بتوصف الكلام ما بتحفظوش. يعني بلاش تنشف دماغك ان انا رسومات وهحفظ وارسم في الامتحان، ده كله خطر على دماغك انت، انت هتحمل على دماغك وهتبقى عندك اوفرلود، فبلاش. يلا نكمل بقى. عندي النهارده في الدرس بتاع الطلب عنوانين. العنوان الاولاني اسمه كده التغير في الكميه المطلوبه. والنبي يا شيخ لا تركز، والنبي لا تركز، في الامتحان بتاع دكتور سامي السيد لازم 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 يجيب لك العنوان جوه السؤال عشان تعرف انت هتجاوب عليه. فهكتبها لك بالبلدي اهو، بص بالبلدي، لما تشوف الجمله دي في الامتحان معناها ان واحد الكميات ها
هتتغير. ولو سمحت ما تتسرعش سيبني اكتب وبعدين افهمكم. الكميات هتتغير بناء على تغير السعر. اتنين، المنحنى ثابت. ثلاثة، التحركات للنقاط على نفس المنحنى، ولا اكنك سمعت مني حاجه بربع جنيه لو سمحت. انا اول حاجه لما يجي لي حاجه زي كده في الامتحان انا كطالب هروح والله اعمل درافت مع نفسي كده، واعمل رسمه، هعمل كده واعمل كده واكتب فوق هنا حاجه اسمها السعر، واكتب هنا حاجه اسمها الكميه، ويا ريت لو سمحت تقول ورايا عشان تعود نفسك. برسم ده منحنى الطلب، يعني برسم منحنى الطلب كده. ادي الطلب بتاعي من اعلى لاسفل. بص يا سيدنا بقى، ده اسمه خط السعر، ده اسمه خط الايه؟ السعر. هوسطن هنا، هنا واكتب س. طب ليه اوسطن؟ هي ملهاش مقياس معين، عشان في كذا حد بيسالني بيقول لي يعني يا استاذ محمد هو احنا لنا حته معينه نبدا منها الرسمه؟ لا، ما عنديش حته ابدا بيها الرسمه، بس انا بوسطنها عشان اظبط الرسمه. كله ركز معايا بالله عليكم. اجي هنا كده من عند السي اللي انا حددتها بالمسطره وامشي لحد ما المس المنحنى. وكلمه المس يعني يا دوب المسه بالشكل ده. لمست؟ اه. بعمل حاجه اسمها اسقاط، حاجه اسمها اسقاط. الاسقاط ده يعني انزل كده. هو انا لما عملت اسقاط، عملت اسقاط على خط اسمه خط الايه؟ الكميه. يبقى النقطه دي اسمها نقطه كاف. طيب هو مش هنا المنحنى اتلمس ولا ما اتلمسش؟ اه اتلمس، فتكتب عليها الف. طيب السعر ده احنا اتفقنا التغير في الكميه المطلوبه، مش وارد السعر يزيد؟ اه وارد. يزيد ازاي؟ ده السي. لما اعمل سي هنا، سي واحد كده، معناها ان السعر زاد ولا قل؟ بالنسبه لنا زاد. ليه زاد؟ كان هنا بقى هنا. فهعمل الاتي، اجي عند النقطة الجديدة واوصلها لحد اما المس المنحنى لمس، لمس ما اقطعش. ايه ده؟ لمست المنحنى؟ اه. اعمل اسقاط على الكمية، اديني عملت اسقاط على الكمية. هي اسمها سه واحد. امشي بعينيك كده معايا، سه واحد. لازم تنزل تحت كاف واحد. والنقطة الجديدة دي نقطة ب. طيب احتمال ان السعر يقل، هو مش ده السعر الاساسي اللي كنا شغالين عليه؟ اه. لو انا كتبت هنا س 2 مثلا، ده معناه ان السعر قل ولا زاد؟ لا، معناه انه قل. طالما قل يبقى لازم اعمل كده، اوصل لحد ما المس المنحنى لمس. لمست منحنى؟ اه. اعمل اسقاط على الكميه. عملت اسقاط على الكميه، بقت عندي كاف الجديد. بص ده س 2 اهو. لو مشيت كده ونزلت كده هقفل هنا كاف 2، والنقطه الثالثه هسميها نقطه ج. بصوا الكاف دي الكاف الاساسيه، الكاف اللي في النص دي، دي كانت اهي مع السي، دي الاساسيه اهي. بصوا بقى كده، بدا من هنا دي الاساسيه، مره يروح كده ومره يروح كده. ايه ده؟ مش فاهم. كل لما الحاجه تتحرك يمينك، خد قاعده، قاعده، كل لما الحاجه تتحرك يمينك زادت، تتحرك شمالك قلت. الكاف 2 دي معناها ان الكميه زادت، والكاف الثانيه معناها ان الكميه قلت. طيب الموضوع معلش ضخم عليك شويه. كله استناني. خليك قافل المايك زي ما انت، خليك قافل المايك. لا الصوت، الصوت مش واضح. تقول ايه؟ بقول لك تمام يا دكتور، سهل جدا. طب معلش ممكن بس انا مع... انا 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 مش فاهمها، هعيدها تاني ممكن؟ معلش بص، ده حقيقي فعلا مش فاهمينها دي. صعبة والله. ده ألف أنا كنت فاهمها والله. بص بص بص، أنا كده عملت كام محور؟ اتنين. اللي فوق اسمه السعر، واللي تحت اسمه الإيه؟ كمية. بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة أعملها لازم أرسم المنحنى، لازم قاعدة. أدي طاقة. طب من فضلك دكتور ممكن بس سؤال؟ اتفضل. يعني حضرتك أنت رسمت الرسمة تمام؟ آه. طيب انت بقى منين جايب الحاجات اللي بتزيد وبتقل؟ بتكون مكتوب يعني سؤال فوق وانت بتنفذ عليها
لا 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 انت فاهم غلط، ده احنا اللي بنفترضها علشان بعد دقيقتين. بص حضرتك خليك معايا لحظه زي ما انت، دي الرسمه المفترض بقول لك دي عشان انت هتحفظ التلات نقط دول، عمرك ما هتحفظ التلاته دول الا اذا فهمت دي الاول. فاحنا بنفترض الاول، بص خليك معايا انا فهمتها ماشي اسمعني. طيب ده ساعد احنا بنحطه مبدئي اهو كده، تمام؟ تمام. النقطه دي اسمها نقطه الف، وانا لما وقعت على الكميه فسميها كاف، يبقى حصل ايه؟ سعر وكميه. انا كطالب او كدكتور او كمدرس بفترض، انا قلت لك كلمه التغيير، الحاجه مره تزيد ومره تقل، هفترض ان السعر زاد. طب هنا السعر زاد ازاي؟ زاد كده هو واحد. طب انا عرفت منين هو زاد؟ ما هو طلع اهو، طلع يعني زاد. خد بالك بقى، هوصل لما المس المنحنى على المنحنى او معامل اسقاط، بقت كاف واحد. النقطه التماس الثانيه سميها ب. طيب مش احتمال السعر يقل؟ اه احتمال يقل عن تحت اهو، س واحد او س اتنين اسف، يبقى معنى كده انه قل. اجي عند الس الجديده واوصلها لما المس المنحنى، خلي بالكوا اللي بيحركني المنحنى، وقع وقعت على ايه؟ على كاف اتنين، س اتنين يبقى كاف اتنين، وسمي النقطه الثالثه جيم. فهمتوا حاجه كده يا شباب؟ فانا بقول لك الكاف الاساسيه فين؟ اهي، مش دي الكاف الاساسيه؟ اه. طيب الكاف الاساسيه دي اي حاجه زي خط الاعداد بتاع اولى ابتدائي. بصوا خط الاعداد اللي خدناه مع ميس منى زمان في الفصل كان بيقول خط الاعداد في نص صفر، يمينه موجب وشماله سالب. يمينه موجب معناه ان الشيء لو اتحرك جهه اليمين زاد، وشماله سالب معناه ان لو الشيء اتحرك شمال قل. بس ركزوا معايا هنا بقى، هنا الكاف الاساسيه، هنا معناه ان الكميه زادت راحت يمين، وهنا معناه ان الكميه قلت. مش احنا يا شباب قعدنا نحكي ونحرق في قلبنا ونقول كلما زاد السعر قلت الكميه، ده الدرس اللي انا بحكيه، كلما زاد السعر قلت الكميه. بص كده معايا، هي مش دي السهل الاساسيه؟ اه. طب السه دي مش زادت؟ يعني من سهل لسه واحد؟ اه. طب لما زادت وصلتها مشيت كده ونزلت، الكاف الجديده هنا قلت ولا زادت؟ لا قلت. يبقى كلما زاد السعر ها قلت الكميه، كلما زاد السعر مكان صباعي اهو من سه لسه واحد قلت الكميه. طب بلاش دي، كل ما السعر بتاع الحاجه هيقل مش احنا نجيب منها كتير؟ ده طبيعي. السعر قل من سه لسه اتنين اهو قدامنا، من سه لسه اتنين، فلما قل من سه لسه اتنين امشي كده لحد ما المس المنحنى وقع، ايه ده؟ ده الكميه زادت، ده صدق كلام الدكتور او صدق كلام النظريه. قبل ما اروح اشرح النظري، حد قاعد مش فاهم الرسمه ان شاء الله حتى ارسمها لبعض بكره. دكتور لو سمحت ايه طبعا، معلش يا دكتور اشرحها تاني. بص كل اللي اعمله كالاتي، بص ادي محور وادي محور، ده اسمه الساعه وده اسمه الكميه، ده منحنى اسمه منحنى الطلب، ادي الطه. انا هفترض مش ده اسمه السعر؟ اه. اللي هيتحط هنا اسمه سه، سه يعني سعر اهو، ثمن اهو. هو انت ليه بتختار في النص؟ ما بص بقى هعلمكم قاعده من اخوكم محمد عشان تعرفوا ترسموا بعد كده صح. انا بختار في النص عشان لما ازود ادي نفس مساحه، ولما اقلل ادي نفس مساحه. فبعمل ايه؟ امشي كده واقع كده. إذا أنت وقعت؟ آه. وقعت على إيه؟ وقعت على الكمية تتسمى كاف. يبقى السه عشان السعر والكاف عشان الكمية. نقطة التماس دي تتسمى ألف. طيب أنا دلوقتي بقول لحضرتك احتمال السعر يزيد أو يقل، فسعادتك بعينيك كده وإيدك الكريمة تقوم جاي عند السعر ده كده بنفسك. سعر يزيد معناها إن السعر يطلع لفوق، ففوقيها بشوية كده تقوم كاتب سه واحد. انا بعمل سهم لنفسي، انا كطالب بحط سهم لنفسي افهم ان السعر هنا ايه؟ زاد، واكتب جنبه علامه الموجب برضو معناه انه زاد. امشي لحد ما المس المنحنى، خلي بالك انا ما بكملش بره المنحنى، انا بلمس بس. بعد اللمس بقع لتحت خالص س واحد، يبقى قطعتها كف واحد. النقطه دي اسمها نقطه ب. يبقى لما السعر زاد الكميه قلت.
لما السعر زاد الكميه اللي حصل لها شباب قلت. طيب لو السعر ده قل يعني ممكن ينزل لتحت يبقى اسمه سي 2، او قل لتحت يبقى بالسالب. وصل لحد ما تلمس المنحنى. لمست يا حبيبي المنحنى؟ اه. اعمل اسقاط، بقت عندك كاف 2. ما هو سي 2 امشي بعينيك كده، لازم تقفل كاف 2. النقطه دي اسمها نقطه جيم. يبقى هنا الكميه اللي حصل لها زادت. اللي مش فاهم بس يقول، ومالكش دعوه بحد ومحدش يتضايق. يا دكتور يعني كل ما السعر يزيد يبقى في السالب على طول؟ لا، كل ما السعر يزيد الكمية قصادها بتقل. لا، ما انت حاطط سي واحد في السالب، ان هو لما بيعلى بيبقى في السالب. ذمتك انا حاطط سي واحد في السالب؟ تيجي كده تاني معلش. يا دكتور، انا اسفه ليه الكمية. بصوا يا جماعه والنبي، طلب، محدش يتاسف، انا هنا عشان اخدمكم. براحتك يا عم، احنا ما وراناش حاجه، قاعدين في بيوتنا براحتنا. بص يا اخوان، مثال زي الامتحان كده. على ايه؟ مثال كده زي اللي هي في الامتحان مثلا بالرسم. ما انا لسه ما شرحتش، خلي بالك. ما هو انا عشان اشرح انا ما اقدرش، يعني انا لسه ما شرحتش الموضوع، خلي بالك. كل ده انا بشرح الرسمه بس، لكن ده لسه في كلام هيتشرح اللي هيجي عليه بقى السؤال، فاهم؟ تمام يا دكتور. طيب مين تاني يا جماعه مش فاهم الرسمه؟ تمام يا دكتور. سؤال بس. تمام يا دكتور، ربنا يبارك لك يا رب. الله يكرمك. قول يا باشا. سؤال بس بعد اذنك. قدامك اتفضل. هو الامتحان، الله يكرمك، الامتحان بيجي فيه بيديك معاك الراسه انت بتعلق فيها وبتكتب اللي انت عايزه، تمام؟ كل المواد. التعليقات انت مش مجبر انك تكتبها، صح؟ بس لما بتكتبها بيتاخد عليها درجات، مش خالص غلط ولا اي حاجه. انت بتصحح بس، بتحط بابل بس، يا جماعه ما عندناش هنا ولا تعليقات ولا تصريحات ولا الكلام ده كله، خلي بالك. ده احنا عند ايوه دكتور، يعني الورقه دي انا بسلمها ولا هي دي ليا انا؟ تمام. يعني انا لما يعني مثلا سؤال غلط، انا عملت ان هو غلط، تمام، وكتبت تعليق تحت اللي تحتيه ان هو الصح، اخد عليه الحته دي درجه ولا لا؟ لا 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 لا، في هنا معلومه مهمه جدا جدا، وده في الفيديو اللي انا هشرح لكم فيه اقتصاد اوضح لكم. ممنوع منعا باتا تكتب اي كلمه على ورقه البابل، انت بتظلل فقط لا غير. اما الكراسه لا تنظر لها، ما بتتشافش الكراسه دي، المعاليك الكراسه دي اكنها مسدد ده. تمام. يعني بعد الامتحان بناخد الورقه دي واحنا ماشيين اللي هي الكراسه؟ لا يا فندم، لا، بتاخد ورقه الاسئله بس يا فندم وانت ماشيه. كراسه الاجابه بياخدوها بقى وبتتفرم وبترجع تتصنع تاني من جديد، بتتباع بعد كده زي امتحان القبول كده. بص انا قلت لك بالبلدي كده، التغير في الكمية المطلوبة. لما تشوف الجملة دي في السؤال أو في الامتحان معناها الآتي. يا أخوانا ركزوا بس، سيبكم من الامتحان، اتأجل وما تأجلش، ركزوا معايا عشان نخلص. الكميات هتتغير بناء على تغير السعر، صلى على النبي. هو أنا لما غيرت هنا حاجات دي لتحت، لما أنا غيرتها مرة راحت يمين ومرة راحت شمال، ده لوحدها ولا بناء ان السعر اتغير الاول؟ برافو على اللي فكر والف دماغه. السعر لما اتغير يا بيه الكميات اتغيرت. اقرا العباره تاني، الكميات هتتغير بناء على تغير السعر. طيب ده اهو، ده كده المنحنى مكان ايدي اهو، مكان القلم اهو. المنحنى راح يمين؟ لا. المنحنى راح شمال؟ لا. انما المنحنى ماله؟ ثابت. المنحنى ماله؟ ثابت. ادي المعلومات التانية، المنحنى ثابت. النقطة الأساسية كانت ألف. هي مش ألف راحت لب زارتها؟ مش ألف راحت لجيم زارتها؟ يعني ألف راحت لب وألف راحت لجيم. طيب لما ألف راحت لب وألف راحت لجيم، ده معناه أن تحركات النقاط على نفس المنحنى. أتمنى نكون فهمنا الثلاث كلمات مع الرسمة. هقولهم تاني. أول حاجة رقم واحد، الكميات هتتغير بناء على تغير السعر. الكلام ده برهانه هنا او اساسه هنا،
ان الكميات دي لما اتغيرت، الكميات دي لما اتغيرت ما اتغيرتش منها لنفسها، انما هي اتغيرت بناء على ايه؟ بناء على السعر. دي اول معلومه. تاني معلومه، ده المنحنى راح يمين؟ لا. راح شمال؟ لا، انما المنحنى ماله ثابت في مكانه. الف راحت لب، الف راحت لجيم، ها الف اتحركت لب، الف اتحركت لجيم، ده معناه ان تحركات النقاط على نفس المنحنى. يلا بقى نشوف الامتحان بيجي الكلام ده ازاي. السؤال بيقول طبقا للتغير في الكمية المطلوبة نجد أن الكميات تتغير تبعا لأي عامل آخر بخلاف الثمن. خطأ. خطأ ليه؟ غلط. ليه؟ بناء على تفسير هي كمية تتغير بناء على الثمن بس، أي عامل تاني لا. لا 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 ليه؟ ما انت ما هي كويسه. طب نقفل المايك، نقفل المايك. بصوا يا جماعه انا قلت لك ايه بس انت ما خدتش بالك. العنوان اسمه، العنوان اسمه كده التغير في كمية المطلوبه. قلت لك لما تشوف الجمله دي اللي هي مكان القلم اهي، متاسف اهي دي، لما تشوفها في الامتحان معناها ان الكميه هتتغير بناء على تغير السعر. راح لا صح ليه يا اسماء؟ غلط، مش هينفع اسمها يا اسماء. فنقول ايه؟ طبقا للتغير في الكميه المطلوبه. الراجل ذكر لي العنوان، اول ما حضرتك يقول لك كلمه التغير في الكميه المطلوبه ابوس ايدك ورجلك، ابوس ايدك ورجلك. اول ما يقول لك التغير في الكميه المطلوبه، التغير في الكميه المطلوبه، ده ليه معنى؟ معناها ان الحاجه دي الكميات دي هتتغير بس بناء على تغير السعر. فالراجل في الامتحان هنا طبقا للتغير في الكميه المطلوبه نجد ان الكميات تتغير تبعا لاي عامل اخر بخلاف الثمن. هنا يا شباب العباره خطا، لان الكميات لما اتغيرت هنا في العنوان بتاعنا اتغيرت بناء على الثمن، ان السعر اتغير فهو الاثر على الكميه. سؤال كمان، طبقا للتغير في الكمية. اتفضلي اتفضلي. قالت اللي فات بس معلش مش فاهمه كويس. بص يا فندم، هو الراجل في السؤال بيقول حضرتك ايه؟ طبقا للتغير في الكمية المطلوبة. هنا لازم، اصل انا كطالب ما بشمش على ظهر ايدي، ما اعرفش الدكتور عايز مني ايه. فالدكتور لازم يحط العناوين جوه السؤال. فهو الراجل بيقول لك ايه؟ طبقا للتغير في الكمية المطلوبة فنجد، نجد ايه؟ نجد ان الكميات تتغير تبعا لاي عامل اخر بخلاف الثمن. لا، هنا العبارة خطأ. هنا العبارة خطأ. خطأ ليه؟ لان الكمية لما اتغيرت، الكمية اتغيرت بناء على يا شباب، الكمية اتغيرت بناء ان السعر هو اللي اتغير. تاني، الكمية بتتغير بناء ان السعر اتغير. ده يا اخوانا لازم يكون تبع العنوان، لان سعادتك بعد ما تقفل معاه النهارده لازم 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 تذاكر الكلام ده. على فكره الكلام ده لو ما تذاكرش النهارده كل سنه وانت طيب. يبقى اللفظ كده اسمه التغير في الكميه المطلوبه. حبايبي 1 2 3 ثلاث حاجات لازم يكونوا موجودين. اسمع السؤال الثاني، طبقا للتغير في الكميه المطلوبه نجد ان المنحنى يتحرك يمينا بالزيادة ويسارا المنحنى ثابت. يا دكتور غلط يا دكتور، خطأ. غلط يا دكتور، المنحنى ثابت، المنحنى ثابت. انتوا كده فهمتوا بيعمل الراجل؟ الراجل هيحط لك العنوان بتاع الموضوع، هيحط عنوان الموضوع ويبتدي يسألك، فسعادتك بتبقى حافظ الكلام ده. يلا عشان نخش على اللي بعده، حد عنده استفسار قبل ما نخش على اللي بعده؟ ويسارا ايه يا دكتور؟ بالايه؟ النقصان، بالنقصان. يا دكتور ما لحقناش نكتب السؤال اصلا. بص حضرتك، هو انتوا مش بعد الحصه انا بصور لكم الورقه بنزلها على الجروب؟ خدوا سكرين يا جماعه، خدوا سكرين من غير سكرين.
طب ثانية واحدة بس يا دكتور معلش، إيه أول سؤال دوت إيه الغلط في، يعني إيه الغلط في السؤال نفسه؟ يعني المفروض كانت الكلمة تتقال إيه؟ حتى بص حضرتك، هو حضرتك لما الكميات اتغيرت هنا حضرتك في الدرس ده اتغيرت واحدة؟ إيه لا، السعر اللي غيره. ممتاز، تعال بقى نقرا السؤال. طبقا للتغير في الكمية المطلوبة نجد طيب. أن الكميات تتغير تبعا لأي عامل آخر بخلاف السعر. تمام. لكن كلمة بخلاف السعر يعني هو لغى السعر أصلا، خلي بالك كلمة بخلاف السعر أنا لغاه. يعني هو هنا حد لخبطنا أن الكميات بتتغير بأي حاجة غير السعر، ده غلط. الله يفتح عليك، شكرا. خدوا بالكم من حاجة، أنا دكتور سامي السيد، يعني طبعا هو دكتورنا وأستاذنا وراجل قام علمية، إنما الراجل ده امتحاناته عايزة واحد بيعرف يقرأ، لازم نعرف، لازم نفصص. يلا مش موضوع اللي بعد، اللي بعده بقى والنبي ركزوا، والنبي لا تركزوا. اللي بعده عنوان تاني اسمه كده شو اسمه؟ التغير في الطلب. حياة النبي لا تركز يا خلف حبايبي، ده كان اسمه، ده كان اسمه التغير في الكمية المطلوبة، احنا سبناه رحنا عنوان تاني اسمه التغير في الطلب. بص بقى يا سيدي، بالبلدي اهو، بالبلدي لما تشوف الجملة دي في سؤال الامتحان معناها ها واحد ان الكميات هتتغير لأي عامل آخر بخلاف الثمن. الذكي بس هو اللي يمسك الموضوع ده بيعنيه دلوقتي. الكميات هتتغير لأي عامل آخر بخلاف الثمن ده عكس اللي فاتت. طب رقم اتنين، هناك كان المنحنى ثابت، هنا نجد أن المنحنى يتحرك. ايه ده؟ المنحنى هنحركه هنحركه مرة يمين ومرة شمال. مرة يمين يعني هيزيد، مرة شمال يعني هيقل. رقم ثلاثة، النقاط تتحرك من معلش إيه؟ الصورة مهزوزة جدا. الصورة ايه؟ مهزوزة جدا. طب كده واضحة لك؟ شوفيها كده واضحة لك؟ دكتور انا ممكن اسال حضرتك على سؤالين في الملزمه؟ طب في ده ولا في حاجه تانية؟ لا ما سؤالين عشان بس انا اللي اتلخبط. السؤالين في الحته دي ولا في حاجه تانية؟ لا في درس الطلب بس. جزء ايه غير دي؟ طب استاذنك عشان هما كده احنا يعني انا بستاذن حضرتك اخلص وهبقى مع حضرتك على طول في ارضي. ليش مش سيبك؟ تمام شكرا يا دكتور. امر حضرتك. يا جماعه الصوره هكمل ولا اعمل ايه؟ الصوره كمل يا دكتور كمل. يا ريت الكلام الجانبي يا جماعه، يا ريت لو سمحت يا دكتور، يا ريت الكلام الجانبي او اي استفسار اي حاجه. الدكتور كده كده بيخلص جزئيه بيقول اللي عنده اي سؤال، عشان احنا كده الناس اللي بتتكلم بتشتت الناس وبتشتت الدكتور نفسه، بيضيع وقتنا وبيضيع وقت الدكتور. وعندي اقتراح تاني، عندي اقتراح تاني انا بجد والله. الموضوع اوفر يعني. لا لا لا، بعد ما اخلص انا هفضل قاعد في مكاني في المكان اللي انا فيه ده، ممكن اقعد معاكم ساعه كمان، بس ساعه دي على الخاص. اللي عنده استفسار يخش وانا هديله ريكورد على طول. بصوا يا جماعه، اول ما اشوف بقى العنوان ده كده في الامتحان انا هجري هعمل كده واعمل كده. فوق هكتب السعر، هنا هكتب الكميه، ده زي ما عودتكم، وهنا هرسم المنحنى بتاع الطلب ده، وزي ما عودتك هقول س وهوصل نفس الفكره اللي فاتت بالظبط لحد ما المس المنحنى لمس. لمست اقع، تقع على خط اسمه خط الكميه، فمعاليك العالي تسميها لي ايه؟ تسميها لي كاف، والنقطه دي تسميها الف. صلى على النبي، بالراحه كده وركز. اول
أول، معلش يا جماعة إحنا آسفين، معلش اللي متضايق حقه عليا، أنا آسف، أنا اللي آسف. أول ما أجي عند الطلب كده، بص كده يا سيدي بعينك على أول رقم واحد في الشرح فوق، لما تشوف الجملة دي في سؤال الامتحان معناها إن الكميات هتتغير لأي عامل آخر بخلاف الساعة. اتنين، المنحنى يتحرك مرة يمين ومرة شمال. الله يفتح عليك، معلش ركز معايا ثانية بس تركيز. بص على عدد جسمك كده وانت قاعد قدامي، بقول ايه؟ ده منحنى الطلب صح؟ طب حركهولي يمين، ما انا حركه يمين يبقى انا هتزحزح كده وارسم واحد موازي عليه كده باليمين، والطه دي اسميها طه واحد. ده معناه ايه؟ معناه ان الطلب ده اتحرك جهة اليمين. جهة اليمين يعني معناها ان الطلب زاد. تاني معناها ان الطلب ايه؟ زاد. كله يسكت، بصوا انا هرسمها وبعد ما ارسمها ممكن ارسمها 100 مرة تاني، بس خليك معايا. ده خط السعر اللي انت شغال عليه، ده ساعات خط السعر مد عليه كده لحد ما تلمس المنحنى الجديد. تلمس المنحنى الجديد، لمسته اعمل اسقاط. اسقاط يعني على الكميه كده، هلاقي الكميه اتحركت ناحيه اليمين، بسميها كاف واحد يعني زادت. طب ده تعليقها ايه؟ يعني دي كده التعليق بتاعها العربي اللي هتسال عليه في الامتحان ايه؟ بصوا انا هوصف اللي حصل. عندما يتحرك منحنى الطلب جهه اليمين، لان فعلا ده الاساسي اللي اتحرك، ده اللي هو ده واحد، ده اللي اتحرك جهه يمين. يبقى عندما يتحرك منحنى الطلب جهه اليمين يعبر، احنا اتفقنا اي يمين زياده، والنبي يا شيخ اي يمين اربط مع كلمه زياده. يبقى عندما يتحرك منحنى الطلب جهه اليمين يعبر عنه زياده الطلب وزياده الكميه وثبات السعر. اتفضل. زياده الكميه وثبات السعر. بس هنا بقى في نقطه اهم من كل ده، هو المنحنى الجديد اللي احنا حركناه، ركز كده قبل ما تنطقوا، بس انطقوا بسركم معلش. طه واحد دي طلع فوق طه ولا تحت طه؟ بانيك طلع فوق صح؟ يبقى لازم نكتب كلمه لاعلى، لان هو في الامتحان ان شاء الله يعمل ايه؟ يجيب لك نفس الفقره دي، هي بس يشيل كلمه لا يحط كلمه لاسفل. يبقى قاعده، لما حرك منحنى الطلب يمين، لما حرك منحنى الطلب يمين معناه ان الموضوع ده زاد. طيب ده منحنى الطلب اهو زي ما احنا، ده الاساسي اللي هو الطه الاساسي. يلا بخيالك كده حركهولي جهه اليسار. حاضر. جهه الشمال اهو يا استاذ. يبقى طه اتنين. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ناس هتقول لي ايه ده؟ قطع مره ما كان ايدك اهو وقطع مره اهو، صح؟ انا ماليش دعوه، انا بتعامل على خط السعر، يعني اخد القطعه اللي حصلت على خط السعر واعمل لها الاسقاط بتاعها، هلاقي الكميه راحت شمال كاف اتنين، معنى كده ان الكميه اللي حصل لها قلت. هنا في نقطه اسمها نقطه ب، هنا في نقطه اسمها نقطه ج. طب التعليق بتاعها ايه؟ عندما يتحرك منحنى الطلب جهة اليسار، عندما يتحرك جهة الايه؟ اليسار، والنبي يا شيخ يسار اربط معاه كلمة بي ال. عندما يتحرك منحنى الطلب جهة اليسار يعبر عن نقص الطلب والكمية، والنبي يا شيخ طه اتنين ده الجديد نزل تحت الاساسي ولا فوقيه؟ تحتيه. يبقى اكتب لاسفل، لانه هيجيب نفس الفقره دي في الامتحان، واشيل كلمه لاسفل واحط كلمه لاعلى. انا هعيدها تاني لنفسي علشان انا مش فاهمها، كله يركز في شكل الرسمه تاني. بص انا بشرح، دخل في بعض يا دكتور. لا مستحيل، لسبب، لان الرسمه دي اتحداكي، الرسمه دي غير دي، بص كده بعينيكي، دي غير دي، مستحيل دي تبقى زي دي. وخدي بالك من حاجه تانية، بس انت برضو ركزي معايا، حضرتك العنوان ده معناه الكلام اللي تحتيه، وحضرتك العنوان ده معناه الكلام اللي تحتيه، حتى تلاقي الرسومات نفسها شكلها اختلف. تمام. ايه تمام،
بس ارسمها تاني ارسمها تاني ارسمها تاني. وعلى فكره بس انا ممكن عذرا لان انا يعني عارف ان انتوا الموضوع بالنسبه لكم الاونلاين بيبقى صعب شويه، بس انا بالنسبه لي مش بزهق يعني. انا بعد ما اخلص درس الطلب ده هشرح درس العرض والتوازن الحصه الجايه، هتلاقيني عملت لك حصه مراجعه على كل ما سبق، فما تقلقش كل ده هتشرح لك تاني. بص انا بشرح دلوقتي في نقطه، بالله عليك بقى انسى كل اللي فات، انا بشرح في حته اسمها التغير في الطلب. التغير في الطلب، التغير في الطلب. اول ما اسمع كده فبعمل كده، ده سعر وده كميه. ارسم منحنى الطه زي ما عودت عليك كده، ادي طه، اجي هنا بعمل سيل واوصل لما المس المنحنى لمس، لمست اقع، تقع على مين؟ على الكميه، فاسمها كيف يا شباب؟ يبقى النقطه دي حاضر يا استاذ محمد. ايه برضو ايه؟ حاضر. سين وكيف. هنا النقطه دي اسمها نقطه الف، النقطه دي اسمها نقطه الف. دلوقتي انا عايز احرك، احرك والنبي احرك المنحنى جهه اليمين، احرك المنحنى جهه اليمين. بص بعينيك كده ويا عم ارسموا بايديكوا دلوقتي وعكوا، مالكوش دعوه، ده منحنى الطلب، عشان نروح يمين بصوا هنقطه لكم. يبقى المنقط ده الجديد سميه طه واحد، فاوصل السعر كده، اوصل السعر كده. لما اوصل السعر كده لمست المنحنى الجديد، لمست المنحنى الجديد، قوم عامل اسقاط كده، هلاقي الكميه زادت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ استنى يا محمد، استنى يا محمد، ايه يا جماعه؟ هو ازاي السعر بيبقى ثابت والكميه هتزيد؟ ده اللي بعد الرسومات هشرحه لكم، هو جاي في الامتحان خلي بالكم. هنا المنحنى راح يمين، طالما راح يمين يبقى زاد بنفس تركيزك. النقطه دي اسمها نقطه ايه؟ ب. طب هات لي المنحنى الاساسي شمال، هروح بعينيا عند المنحنى الاساسي اللي هو ده وحركه شمال. طب حركه شمال ازاي يا اخوانا؟ حركه شمال كده ب ط اتنين، قطع مع السعر ولا ما قطعش معاه؟ اهو قطع مع السعر اهو، مكان اهو مكان ايدي اهي. اعمل اسقاط على الكميه، حاضر، قوم اعمل اسقاط على الكميه كده كيف اتنين. ايه ده الكميه قلت. والنقطه دي اسمها نقطه ج. والمنحنى هنا لما اتحرك راح ناحيه الشمال. فبصوا كده على الرسمه اللي قدامك دي، لما المنحنى راح يمين الاساسي يعني الطلب زاد، يعني الكميه زادت، ويعني طلع اعلاه. بص تاني على الرسمه، لما المنحنى الطلب اتحرك يسار معناها ان الطلب قل والكميه قلت، وده راح اسفله. خلي بالكوا دكتور سامي هيسالني على الكلام ده في الامتحان عبارات. مين مش فاهم الرسمه ارسمها له تالت. على فكره لسه ما شرحتش، انا بس بتكلم على الرسمه. مين مش فاهم الرسمه اشرحها له تاني، اللي مش فاهم بس هو اللي يقول. تمام. انا يا دكتور معلش مش فاهم. ايه؟ انا مش فاهم الرسمه معلش. عيني. ده كله كله تحت امرك. بص يا شباب، العنوان اسمه تغير في الطلب. ايوه، لما تشوف الجمله دي في السؤال معناها ان الكميات هتتغير لاي عامل اخر بخلاف السعر. بالفعل على فكره بص كده على الرسمه، الكاف اهي مكان ايدي اتحركت مره يمين واتحركت مره شمال، انما السعر زي ما هو ثابت، ولا طلع فوق ولا نزل تحت. يبقى اول حاله اتحققت. تاني حاله اتحققت ايه؟ نجد ان المنحنى يتحرك مره يمين ومره شمال. يا جماعه اول ما اقول تغير في الطلب اوتوماتيك اوتوماتيك في دماغك ومن غير تفكير لازم ترسم وتحرك يمين وشمال. طيب اتحرك يمين يعني زاد، وتحرك اهو شمال لتحت اهو يعني قل. النقاط تتحرك من منحنى الى اخر، مش دي كانت النقطه الف؟ كانت على المنحنى ده. طب هي مش دي النقطه ب؟ كانت على منحنى تاني. هي مش دي نقطه ج؟ على منحنى تالت. على فكره انتوا لو انتوا ركزتوا سيكا سيكا صغيره كده، هتلاقي ان الثلاث حالات دول عكس الثلاث حالات اللي فاتوا. يبقى العناوين هي اللي هتفرق. طب هي بتيجي ازاي في الامتحان؟ يعني هو الدكتور سامي جابها قبل كده؟ يعني قبل كده جابها ازاي؟ بص يا سيدي جابها ازاي؟ دي خمسة. بص كتب كده الراجل في الامتحان، قال طبقا للتغير في الطلب، طبقا للتغير في الطلب. اللي سأل السؤال ده برنس، برنس أقسم بالله، هو عارف نفسه. طبقا للتغير في الطلب نجد أن
المنحنى ثابت ولا يتحرك. ها صح ولا غلط؟ غلط يا دكتور. غلط يا دكتور طبعا. غلط يا دكتور. سؤال كمان. عندما يتحرك منحنى، ده سؤال دي السنة اللي فاتت على فكرة، السؤال ده بتاع السنة اللي فاتت. عندما يتحرك منحنى الطلب جهة اليمين يعبر الألم فدي يا رجالة، الألم فدي والفضيحة والفضحة، الألم فدي يا رجالة. ثانية واحدة، ثانية واحدة زي ما انتوا والله الألم فدي كده. أحلى ألم مع حضرتك يا بنتي والله فضحت والله العظيم. مش أجيبها بس ثانية واحدة. يا دكتور عادي ولا يهمك، ما حضرتك مستحملنا من الصبح. معلش يا جماعة ممكن المايكات بس تديها بس اكتب السؤال. معلش وفي سلعة اسمها سلعة دنيا، طبعا مع احترامي للناس اللي اسمهم دنيا مش قصدي حاجة، هي اسمها كده يعني. السلعة الدنيا، السلعة الدنيا معناها السلع الرديئة، السلع الرديئة. يعني يا جماعة السلع الرديئة؟ السلع الرديئة دي اللي هي رخيصة. فأنا راجل كل ما دخلي زاد، احنا اتفقنا فوق ان العلاقة طردية، اتفقنا فوق ان العلاقة طردية. حتة دي والنبي محتاجة فهم قوي 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 قوي، ولو فهمتوها هي هتيجي في الامتحان سؤال والله العظيم. بصوا الطبيعي ان انا بني ادم دخلي زاد، فتمام هزود الطلب بتاعي او على الاقل خلاص مش هيفرق معايا اي حاجه فهشتري. طيب يبقى في حاله السلع العاديه، في حاله السلع العاديه يبقى لو زاد الدخل يزداد الطلب، يبقى العلاقه هنا اسمها طرديه وعن شرط. هنا سلع اسمها سلع دنيا، سلع الدنيا السلع الرديئه، كلمه الدنيا اللي هو ادنى شيء يعني. فسلع الدنيا لو زاد الدخل يقل الطلب على السلع الدنيا. يعني كل ما دخل معاليك بيقل، كل ما دخل معاليك بيقل، اسف متاسف جدا، كل ما دخل معاليك بيزيد انا بقلل طلب على السلع الدنيا. لكن لو هي سلع دنيا سلع رديئه يعني مش حلوه يعني مش عجباني، او انا اتنكت يعني انا كنت فقير بس بقيت غني فاتنكت، فسلع الدنيا لو زاد دخلك يقل الطلب ايه عليها فالعلاقه عكسيه. طيب حاجه بقى تانيه مهمه، حاجه زي الذوق، الذوق اللي هي اذواقنا في اللبس، اذواقنا في الاكل، اذواقنا في الحياه عموما. بالنسبه يا جماعه الفكره ما بتقولكم تسمح معالي، بالنسبه للذوق كل ما الذوق اتجه نحو سلعة معينة يعني زاد الذوق، يبقى كل ما زاد الطلب عليها يبقى برضو هنا علاقة اسمها علاقة طردية. واتفقت مع معاليك العالي ان علاقة طردية معناها نفس الاتجاه. تمام 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 يا استاذ حسين. عندي بقى حاجة تانية اهم، ودي جايه في الامتحان، جايه في الامتحان، حاجه اسمها السلع. السلع بقى دي انواع السلع اللي احنا بناكلها. في سلع اسمها سلع بديله. السلع البديله هي التي تحل محل بعضها في الاستهلاك. الحاجات اللي بتحل محل بعضها في زي ايه يعني؟ ما تقول لي زي ايه؟ زي الشاي والبن، زي الرز والمكرونه، زي الفراخ واللحمه. فحد ممكن يضحك، ما احنا بندرس اقتصاد، واقتصاد يعني سوق، والسوق يعني سلع. شاطر احسان. والسوق يعني سلع. طيب عايز تقول ايه؟ اقول لك بص انا هلعب بقى بيكم مستوى اعلى. شاطر شاطر، هلعب بيكم مستوى اعلى. بص هنا، عندما
يزيد سعر الأرز يتجه منحنى طلب السكر غيري ونحلي بإيه؟ السكر ده حاجة تانية، السكر ده حاجة تانية الله يخليك. عندما يزيد سعر الأرز يتجه منحنى الطلب المكرونة إلى المكرونة إلى المكرونة، هيتجه منحنى طلب المكرونة إلى اليسار. والنبي تركيزكو، عايز تركيزكو واقرا وما تتسرعش. عندما يزيد سعر الأرز غلط إلى اليمين، غلط إلى اليمين، غلط تمام. هشرحها بقى اللي مش فاهم. عندما يزيد سعر الأرز، المايكات والنبي يا اخوانا، اخوانا اللي في الطياره، اخوانا اللي في الطياره المايكات. عندما يزيد سعر الارز ده معناه ان الرز سعره زاد، يعني ما حدش هيطلبه. فاحنا كشعب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رابطين حياتنا كلها بالاكل، فاحنا تقريبا هنطلب مكرونه كسلعه بديله. فلما نطلب المكرونه يبقى ده معناه، ده معناه ان منحنى المكرونه هيروح يمين. ليه يروح يمين؟ لان بالبلدي كده الرز سعره زاد، فاحنا مش هنعبر الرز، انما كلنا هنشتري مكرونه. ولو الاقبال زاد على المكرونه يبقى منحنى طلب المكرونه يروح يمين. ده سؤال من ضمن الاسئله اللي الدكتور بيجيبها. هشرح السؤال تاني عشان حد عايزه اشرحه تاني. السؤال بيقول عندما يزيد سعر الارز يتجه منحنى طلب المكرونه الى اليسار. هنا العباره خطا لسبب. عندما يزيد سعر كيلو الارز ده معناه ان الرز غلي جدا جدا جدا، فاحنا كشعب بنحب الاكل قوي، فاحنا لازم نعمل حاجه اسمها تبديل او احلال. تبديل او احلال، احلال يعني شيء حل محل حاجه تاني. فالاحلال بالنسبه لك هيبقى مكرونه، فالناس كلها تطلب مكرونه. ولو الناس كلها طلبت مكرونه، استرجع بقى ايه الرسمه لما المنحنى بيروح يمين، معناها ان الطلب هيتجه جهه اليمين وليس جهه اليسار، فتبقى العباره هنا عباره خاطئه. في بقى سلع تانية اسمها سلع مكمله. سلع مكمله، ده شاطر فعلا، سلع مكمله. ايه السلع المكمله بقى دي؟ شاي وسكر، بنزين وسياره. بص برضه هلعب بيك بمستوى اعلى. السلع المتغير نص اعتبر السلع الاصليه، ماشي ماشي صح. بصوا عندما يزيد سعر لتر البنزين، عندما يزيد سعر لتر البنزين يتجه منحنى طلب السيارات الى اليمين. ما تنطقش، فكر الاول، فكر الاول. عندما يزيد سعر لتر البنزين غلط يا دكتور، عبارة خاطئة، عبارة خاطئة. والله والله انا مبسوط بيكم، اقفلوا المايكات شطار. طيب عندما يزيد سعر لتر البنزين ده معناه ان البنزين سعره غالي جدا، فطالما سعره غالي جدا انا مش هقدر اشتري عربيه، لان انا مش هقدر اوفر على طلبات العربيه. فمعنى كده ان الناس كتير جدا مش هتشتري عربيات تاني، فمعنى كده ان المنحنى يروح جهه اليسار، فطبعا هنا قال جهه اليمين، فالعباره خاطئه. اخر حاجه في سلع اسمها سلع مستقله. السلع المستقله دي هي السلع التي لا تؤثر على بعضها البعض. يعني ايه لا تؤثر على بعضها البعض؟ لا تؤثر على بعضها البعض ده معناه ان مثلا في المايك يا جماعه، المايك يا استاذ. السلع المستقله هي السلع التي لا تؤثر على بعضها البعض، ده ليه معنى. معناها سعر كيلو الرز زاد ده ما بيأثرش على الموبايلات، سعر الموبايل زاد ما بيأثرش على الرز، ده حاجة وده حاجة. فالسلع دي بعيد عن بعضها تماما. كده أنا خلاص خلصت الموضوع النهاردة وكده تمام. يعني أنا شايف كده من الطلاب تمام، وأنا شايف دماغكم كفاية عليها كده. بصوا أنا مش هنسى بس الأنسة أو الأستاذة اللي كانت عايزة أشرح لها، هشرح لها بإذن الله. بصوا ده رقم الموبايل 011 50 8 5 5 7 5 5. أنا اسمي محمد علي. آخر حاجة دي، آخر حاجة في الحصة، آخر حاجة خالص خالص، مش هقول حاجة تاني.
ده رقم الموبايل. عايز منك حاجه يعني، انا هعمل لك اوبشن كده. هعيدها. حاضر حاضر. عين 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 عين. حاضر. اعمل لكم اوبشن كده. في ناس ابتدت تستخدمه وناس لا. بصوا يا اخوانا، انا ممكن اللي مش فاهم حاجه يكتبها لي على الواتساب وانا هسجلها ريكورد وابعتها له على طول. بدل ما اشرح له كتابه يعني، فالريكورد بالنسبه لي يكون اسهل واسرع. دي حاجه. الحاجه الثانيه، يا فندم، دي اول محاضره اقتصاد. دكتور في اسئله طيب نحلها؟ في اسئله نحلها يا دكتور؟ هقعد اكتب لكم واجب دلوقتي وانزله على الجروب على طول حالا. واللي مش في الجروب يبعت لي خاص وابعتها له. حاجه ثانيه مهمه جدا معاك. ان شاء الله ده رقم الموبايل، ده عليه واتساب. اللي مش فاهم حاجه، لا الامتحان مش النهارده عشان اللي مش فاهم حاجه هيبعتها لي وانا هبقى اشرحها له ريكورد. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ده رقم الواتساب. ده رقم في مكالمات وفي واتساب. بس في حاجه بقى بالله عليكم، عشان بس انا بشتغل محاضرات من 10 الصبح. بعد دكتور بعد اذنك، هو